السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي طلاب الصف الأول الثانوي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة مع بعض هناخد آخر درسين في حساب المثلثات، وبكده نكون خلصنا منهج حساب المثلثات. والدرس الأول في حصة النهاردة اللي هو التمثيل البياني للدوال المثلثية، والدرس الثاني إيجاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبها المثلثية. تعالوا مع بعض نبدأ بأول درس وهو التمثيل البياني للدوال المثلثية. بيقول لي دوال مثلثية يعني الجا والجتا، يبقى أنا مرة هرسم منحنى الدالة في الجيب الزاوية اللي هو الجا، ومرة هرسم برضو منحنى الدالة أو في جتا الزاوية. فأول مثال اللي احنا هنشتغل عليه في الشرح بيقول لي ارسم منحنى الدالة اللي هو دا سيتا 3 جا سيتا، حيث سيتا تنتمي للفترة من 0 ل 2 باي. احنا عارفين الباي ب 180، يعني دي ب 360. واعطيني رسم بياني. انت الرسم البياني اكني بشتغل في سين وده للسين، اما كنت بجيب قيم السين واعوض عشان اجيب ده للسين. طب انا يا مستر هاخد قيم السيتا هنا ايه عشان اقدر اعوض في الدال في زاويه في الداله بتاعت السيتا؟ هو بيقول لي ان السيتا تنتمي من الفتره من 0 ل 360، يعني ممكن اخد الدوال الرباعي وممكن امشي ازود 30، يعني 0 30 60 90 180. بس انا هنا هاخد الزوايا الرباعيه اللي هي 0 90، كل مره هزود 90، 180 270 360 كده جبت السيتا. طب يا مستر اجيب الدال سيتا او داله السيتا ازاي؟ ما انت بقى هتعوض على طول فوق. هو قال لي الدالة بتاعت السيتا بتساوي 3 جا سيتا، يعني 3 ساين سيتا. يعني على الحاسب هتكتب 3 ساين أول مرة 0، وبعد كده تاني مرة 90، وهكذا. لو جينا عملنا 3 ساين 0 هتطلع بصفر. طب 3 ساين 90 هتطلع ب3 عشان ساين 90 بواحد. طب 3 ساين 180 هتطلع بصفر. طب 3 ساين 270 هتطلع بسالب 3. طب 3 ساين 360 هتطلع بصفر. يبقى انا كده جبت الجدول اللي هو السيتا والداله بتاعت السيتا. طب ما تيجي نرسم مع بعض. انا عندي محورين، محور سين ومحور ص. بيقول لي محور سين ده اللي هيبقى عليه الزاويه سيتا. انا عندي سيتا هنا بادئه من كام؟ من 0 90 180 270 360، وابدأ اعوض بالنقط. عندي الصفر الزاويه بصفر، طب عندي ال 90 الزاويه ب 3 يبقى هطلع لغايه ال 3، عندي ال 180 الزاويه بصفر، عندي ال 270 بسالب 3، عندي ال 360 بصفر. يعني الزاويه من 0 ل 3، ومن ال 3 للصفر، ومن الصفر لسالب 3، ومن سالب 3 للصفر. كده انا رسمت الزاويه. بعد كده اعطيني شويه مطلوب على الرسمه او الرسم البياني بتاعي. فبيقول لي اوجد القيمه الصغرى. احنا ايه النقطه اللي وصلنا لها؟ اللي هي سالب 3، دي القيمه الصغرى. طب القيمه العظمى، اكبر نقطه وصلنا لها في المجرف الصاد برضو التلاته. لو مش عارف ممكن اجيبهم من الجدول. انا اكبر قيمه هي التلاته، واصغر قيمه سالب 3. طب بيقول لي مدى الداله. مدى الدالة دي يعني بدأت منين وانتهت فين؟ أو كده هي أخدت 3 موجب وسالب 3 مش سالب، يعني تعتبر مش سالب 3 لغاية ال 3. يبقى مدى الدالة هي كده عندي بدأت من الصفر طلعت لغاية 3 في الموجب، وبعد كده أقصى أو القيمة الصغرى بتاعتها سالب 3. يعني ممكن أكتب مدى الدالة دي من القيمة الصغرى والعظمى، أبدأ بالصغرى وأنتهي بالعظمى في قوسين مقفولين. بعد كده بيقول لي دورة الدالة. أنا عارف إن إحنا من صفر لغاية صفر تاني، يعني النص الأول ده كده، ده كده نص دورة، وبرده من صفر لغاية الصفر مرارا بسالب 3 ده برده نص دورة. يبقى كلها على بعض كده من اول صفر لغايه صفر معدى بالتلاته والسالب تلاته، دي كلها كده دوره كامله. طب هو كمل دوره كامله عند ايه؟ عند 360. ده
طب ال 360 احنا قلنا اللي هي لو بدلالة الباي يعني 2 باي، يبقى كمل دورة كاملة عند نقطة ال 2 باي او ال 360. يبقى كده عرفنا ازاي ارسم منحنى الدالة لو عطيني الدالة علاقة في الجهة، واللي انا اعوض او اجيب قيم الثيتا ازاي واشتغل عشان اعوض الداله بتاعتها، وابدا ارسم واجيب القيمه الصغرى والعظمى ومدى الداله، وازاي اجيب دوره الداله. طب ما نيجي مع بعض نعرف لو عايز يجيب لي داله في الجتا. زي ما خدنا الرسم البياني بتاع زاويه الجيب، برضه هناخد نفس الخطوات في زاويه جيب التمام اللي هي الجتا. فبيقول لي ارسم منحنى الداله ص بتساوي 2 جتا س، فالمره دي عطيني الداله في الصاد والسين. بيقول لي حيث س من 0 ل 2 باي، احنا قلنا الباي ب 180 يعني 2 باي ب 360. فالاول هبدا ارسم جدول اللي هو فيه السين والصاد. ده هو قال لي الزاوية او اللي هي السين المرة دي، هو قال لي اللي هي اسمها سين مش سيتا، من 0 ل 360. فاحنا قلنا هنشتغله اللي احنا نزوده 90، يعني هتبقى 0 90 180 270 360. وبعد كده ابدا اعوض على طول في الدالة. فهو بيقول لي ان ص بتساوي 2 جتا س، يعني 2 جتا 0 2 كوزين. اول حاجة هنبدا بالصفر، يبقى على الآلة الحاسبة أول حاجة هعمل 2 كوزين 0 هتطلع ب 2، بعد كده 2 كوزين 90 هتطلع ب 0، برضو نعمل 2 كوزين 180 هتطلع بسالب 2، بعد كده 2 كوزين 270 هتطلع ب 0، وفي الآخر 2 كوزين 360 هيطلع ب 2. يبقى أنا كده جبت الزاوية والدالة، بعد كده أعوض. عندي منحنيين او في الرسم البياني س وص. الاول هنبدا نحط الزوايا على محور الس، 0 90 180 270 360، كده كتبت الزوايا على محور الس. بعد كده ابدا اعوض اللي هي زاويه 0 ب 2، يبقى 0 ب 2، وزاويه ال 90 ب 0. طب زاويه ال 180 بسالب 2، طب زاوية ال 270 بصفر، طب زاوية ال 360 قال لي ب 2. وبعد كده أوصل النقط ببعض. يبقى كده الأول عوضت بالجدول اللي هي الزاوية والدالة، وبعد كده رسمت النقط. بعد كده عطيني الخواص اللي هي عايز القيمة الصغرى والعظمى. احنا قلنا القيمة الصغرى لو عايز اجيبها من الجدول هي اقل رقم في الجدول اللي هو سالب 2، او لو عايز اجيبها من الرسم هي اقل نقطة نزل عنها في السالب. لو جينا بصينا هنا هنلاقوا ان ال 180 بسالب 2 يعني سالب 2، والقيمة العظمى العكس اللي هو اكبر قيمة وصل لها الرسم في الموجب وهي ال 2. وقلنا ان المدى اللي هو بناخده القيمة الصغرى والقيمة العظمى مع بعض. طب الدورة، دورة الدالة كملت الدورة كاملة امتى؟ احنا من اول هنا، من اول 2 او من 2 لصفر دي ربع دورة، ومن صفر مرارا برضو بسالب 2 وصفر دي نص دورة، ومن 270 ل 360 ده ربع دورة. يبقى كده ربع دورة من 0 ل 90، وربع دورة من 270 ل 360 كده نص دورة، ومن 90 ل 270 نص دورة. يبقى كده كملت دورة كاملة عند الكام؟ عند ال 360. يعني ممكن أقول له كملت دورة كاملة عند ال 360، أو أقول له اللي هي بتساوي بعلاقة الباي يبقى 2 باي. يبقى كده عرفت إزاي أرسم الرسم البياني بتاع الجتا أو الجاه برضو بعلاقة الزاوية والدالة. لو عطيني المرة دي هنا الزاوية اللي هي س من سيتا، وعملت الدالة بتاعتها اللي هي ص. طب أنا يا مستر لو عايز أجيب المدى أو الدورة كاملة إمتى أو فين من غير مرسم، يعني اللي هو عطيني مثلا إن ص بتساوي 2 جتا س زي ما هو عطيني فوق، وعاوزني أجيب المدى من غير مرسم، هعمل إيه؟ بيقول لي إن المدى ده سالب أ وأ في مجموع او في قوسين مقفولين. طب ايه يا مستر الالف والسالب الف؟ بيقول لي اللي قدام الزاويه هو الالف،
الرقم اللي قدام الزاوية اللي هو الاتنين ده، ده الألف، وبيقول لي اللي فيه ب ده قدام السيتا. احنا هنا مفيش حاجة قدام السين، يعني انا عندي السين هنا واحد اللي هي السين، فقدامها واحد يعني دي كده الب. يبقى الألف ده قدام الجتا أو الجا، والب اللي هو قدام الزاوية، لو جاب لي الزاوية سيتا أو سين أو أي حاجة هي الب اللي قدامها. يبقى المدى بيقول لي سالب ألف وألف في قوسين مقفولين، يبقى هنا أنا عندي الألف باتنين، هيطلع يبقى سالب اتنين واتنين زي ما أنا جبتها هنا. طب لو عايز أجيب دورة الدالة، بيقول لي لو عايز تجيب دورة الدالة 2 باي على مقياس الب. يعني 2 باي، انا عندي مقياس الب، هو الب عندي بكام؟ احنا قلنا مفيش رقم قدام السين يعني واحد، مقياس الواحد بواحد، 2 باي على واحد ب2 باي زي ما انا جبتها هنا من الرسم. يبقى انا لو عايز اجيب المدى ودورة الدالة من غير مرسم هشتغل على القانونين دول اللي هو سالب الف والف او 2 باي على مقياس الب. تعالوا ناخدوا أمثلة على الجزئية ديت. تعالوا ناخدوا مثالين على الفكرة اللي فاتت. بيقول لي المثال الأول إن زاوية أو دالة سيتا بتساوي 3 جا 2 سيتا، فأوجد المدى. إحنا قلنا عشان أجيب المدى كنا بنعمل إيه؟ تعالوا نفتكر، كنا بنقول إن سالب أ و أ. طب لو عايز أجيب الدورة، دورة الدالة، كنا بنقول 2 باي على مقياس الب. يبقى الاول لازم اطلع الالف والب من المساله. احنا قلنا ان الالف اللي هو قدام الجا او الجتا، ده كده الالف، والب اللي هو قدام الزاويه. يبقى كده انا عندي الالف جبته بتلاتة اللي هو قدام الجا، والب اللي هي قدام الزاويه السيتا باتنين. يبقى المدى بسالب الف والف، انا عندي الالف بتلاتة يعني بسالب تلاتة وتلاتة. فبيقول لي بعد كده عايز القيمه العظمى. احنا قلنا ان المدى بيحتوي على القيمه الصغرى والعظمى، فالقيمة العظمى اللي هي الموجبة يعني التلاتة. بعد كده بيقول لي دورة الدالة، احنا قلنا عشان اجيب دورة الدالة يعني 2 باي على مقياس الاتنين، مقياس الاتنين باتنين يعني 2 باي على الاتنين، الاتنين هتروح مع الاتنين يعني بباي، او ممكن اكتبها له 180 لان الباي بتساوي 180. بعد كده ندخل في المثال التاني، بيقول لي دالة سيتا بتساوي جتا سيتا، عاوز القيمة الصغرى والعظمى. المرة دي ماليش انا عاوز المدى، بس انت هتضطر تجيبه عشان تعرف تجيب القيمة الصغرى والعظمى. احنا قلنا عشان اجيب المدى يبقى لازم اجيب الالف الاول. احنا قلنا ان الالف القيمة اللي قدام الجتا، الجتا قدامها واحد يعني دي قيمة الالف، والبه برضو او السيتا اللي هي البه الرقم اللي قدام السيتا برضو مفيش رقم يعني بواحد، يبقى كده انا جبت قيمة الالف بواحد والبه بواحد. يعني المدى هيساوي، احنا قلنا اللي هو بيساوي سالب الف وألف، ألف أنا عندي بجبته بكام؟ بواحد، يعني سالب واحد واحد. كده جبت المدى، يبقى القيمة الصغرى اللي هي السالب واحد، والقيمة العظمى اللي هي الواحد. يبقى بيقول لي القيمة الصغرى سالب واحد، والقيمة العظمى اللي هي الموجب واحد. بعد كده بيقول لي والدورة الدالة. إحنا قلنا عشان أجيب دورة الدالة يعني 2 باي على مقياس الب. يعني 2 باي على مقياس الب اللي أنا جبته بواحد، مقياس الواحد بواحد يعني 2 باي. يبقى هو هنا كان عايز قيمة القيمة الصغرى والقيمة العظمى، بس ما قاليش عاوز المدى، فأنا لازم أجيب المدى عشان أعرف أجيب منه القيمة الإيه؟ القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة. وبكده خلصنا الدرس الأول في حصة النهاردة. تعالوا ندخل في آخر درس في حساب المثلثات. آخر درس في حساب المثلثات الترم الأول اللي هو إيجاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبها المثلثية. هو يعتبر الدرس اللي فات بتاع حل المعادلات المثلثية، اللي هو كان بيجيب لي جا سيتا أو جتا سيتا بتساوي رقم، وكان بيقول لي أوجد قيمة السيتا. تعالوا مع بعض ناخد أول مثال. بيقول لي إذا كانت السيتا أكبر من صفر وأقل من 360 والجا سيتا بتساوي 8 من 10، فإن قياس السيتا بكام؟ فعشان أجيب، هو عاطيني قيمة الجا سيتا بتمانية من عشرة، طب أنا عايز أجيب قيمة السيتا، فكنا بنعمل شيفت ساين سيتا او شيفت ساين 8 من 10 اللي هو عطاها لي، واعمل يساوي، وبعد كده اتك سريكم عشان اطلعها. يعني هعمل شيفت ساين 8 من 10 واعمل يساوي، وبعد كده سريكم، هيطلع عندي السيتا بتساوي 53
درجة وسبعة دقايق وتمانية وأربعين ثانية. طب يا مستر، أول أنا عندي هنا الجام موجبة. طب الجام موجبة في الربع الكام؟ الجام موجبة الربع الأول كل الزوايا موجبة، والربع التاني الجام موجبة، يعني كده الأول والتاني. يعني الأول اللي هو الزاوية زي ما هي، اللي هي 53 و7 درجات أو 7 دقايق و48 ثانية. الربع التاني بيقول لي 180 ناقص سيتا، يعني 180 ناقص الرقم أو الزاوية دي، يعني هيساوي 126 درجة و52 دقيقة و12 ثانية. بس وإحنا بنكتب الزوايا ما ننساش الشرط الأول اللي هو كان بيقول لي إن السيتا أكبر من الصفر بس أقل من 360. يبقى 53 أقل من 360 وال 126 أقل من 360، يبقى أنا كده حلي صح. تاني سؤال بيقول لي زتا سيتا بتساوي سالب جذر 3. أنا عايز السيتا أصغر زاوية موجبة. أنا عارف إن الزتا هي مقلوب الزا، يعني الزا سيتا هتساوي سالب 1 على جذر 3. برضه هعمل زي ما عملت هنا، شيفت تان سالب 1 على جذر 3، هيطلع عندي سيتا بتساوي 30. طب الزا سالبة إمتى؟ هي الزا موجبة في الربع الأول والربع الثالث، يبقى سالبة في الثاني والرابع. الربع الثاني والربع الرابع. الربع الثاني اللي هو 180 ناقص سيتا، هو أنا عندي سيتا ب30 يعني ب150، والربع الرابع 360 ناقص سيتا يعني 330. فبيقول لي برضو نرجع للشرط، سيتا أصغر زاوية موجبة، يبقى أنا مش عايز 330، أنا عايز 150 لأنها أصغر زاوية موجبة، يبقى أعمل له 150. تعالوا ناخدوا مثال كمان على الجزئية دي. المثال التالت بيقول لي إذا كانت زاوية سيتا في الوضع القياسي تقطع دائرة الوحدة في سالب 3 على 5 و4 على 5، أوجد قياس زاوية سيتا حيث سيتا تنتمي من 0 ل 2 باي. أهم حاجة نخلي بالنا من الشرط ده عشان ده اللي بيحقق النتيجة عندنا. إحنا عارفين اللي في دائرة الوحدة إن السين هي جتا سيتا والصاد هي جا سيتا. يعني أنا كده عندي إن الجا سيتا بتساوي 4 على 5، والجا موجبة في الربع الثاني، يعني كده او دي الصاد، يعني هيبقى هقول له ان شيفت ساين 4 على 5 هتطلع السيتا عندي بكام؟ ب 53 درجه و7 او 53 درجه و7 دقايق و48 ثانيه. وفي الربع الثاني اللي هو كنا بنقول ان هي 180 ناقص السيتا هتطلع 126 درجه و52 دقيقة و12 ثانية. يبقى هي الفكرة في المسألة هنا اللي هو قال لي الوضع القياسي في دائرة الوحدة، اللي أنا من دائرة الوحدة هو ما قاليش إن الجا بكام أو الجتا بكام، فأنا ممكن أشتغل على الجا أو الجتا. فأنا عرفت إن من دائرة الوحدة إن الصاد بتساوي جا سيتا والسين بتساوي جتا سيتا، يبقى جا سيتا بتساوي قيمة الصاد اللي هي 4 على 5، وجبت منها قيمة السيتا، وعشان هي في الربع الثاني الجا موجبة، يعني 180 ناقص سيتا هيطلع 126 درجة و52 ثانية و12 أو 52 دقيقة و12 ثانية. تعالوا ناخدوا الفكرة الثانية. الفكرة الثانية في درس النهاردة اللي هو أعطيني جا سيتا برقم أو قيمة وعاوز جميع النسب المثلثية، مش زي ما كان بيديني في المثال اللي فات جا سيتا بتساوي رقم وعاوز قيمة السيتا. المرة دي هو عاوز قيمة جميع النسب المثلثية، يعني الجا والجتا والظا والمقلوبات اللي هي قا وقطا وزطا. فاحنا كنا ممكن زي ما كنا بنشتغل في الحصة الثالثة في حساب المثلثات اللي هو كنا بنقول إن س تربيع زائد ص تربيع بيساوي واحد، وانا عارف ان الجا سيتا ده في دائرة الوحدة كنا بنقول اللي هي صاد، يعني كده انا عندي الصاد، يعني هربع الرقم ده واقدر اجيب منها السين اللي هي الجتا، وكده جبت قيمة الجتا. وفي درس النهاردة هنشتغل بطريقة تانية اللي هو هستعين بمثلث قائم الزاوية والزاوية سيتا، فبيقول لي ان جا سيتا بتساوي سالب 3 على 5. مالكش دعوة بالسالب، السالب ده اشارة، فخلينا ان الجا هي مقابل على وتر، مقابل الزاوية ب 3 والوتر اللي هو بخمس. طب انا كده ممكن اقدر اجيب قيمه المجاور اللي هو هربع
اللي هو 25 ربع الـ5 ناقص تربيع التلاتة بتسعة، يعني 25 ناقص 9 16، جذر 16 4، يعني كده المجاور بـ4. يبقى أنا كده جبت قيمة الجا اللي هو أعطاها لي، والجتا سيتا مجاور على وتر 4 على 5، والظا سيتا هي مقابل على مجاور 3 على 4. ومنها اقدر اجيب المقلوبات اللي هي القتا مقلوب الجا، يعني تبقى 5 على 3، وبرضو كذلك الجتا مقلوب القا او القا مقلوب الجتا 5 على 4، والظا مقلوب الظا. يبقى هي الفكرة المسألة ديت اللي أنا ممكن أشتغل بطريقتين، ممكن أشتغل بطريقة اللي هي السين تربيع زائد صاد تربيع بتساوي 1، أو أشتغل بالمثلث القائم اللي أنا مقابل على وتر جبت قيمة الجا وأقدر أجيب منها المجاور، ربعنا الوتر وربعنا المقابل وطرحناهم من بعض جاب لي قيمة المجاور، وقدرت أجيب الجا والجتا والظا. تعالوا ناخد آخر مثال على درس النهاردة. آخر سؤال في حصة النهاردة بيقول لي إذا كان ظا بيتا بـ5 على 12 حيث بيتا أكبر زاوية موجبة والبيتا أكبر من الصفر وأقل من 360، أوجد جا بيتا وجتا بيتا. إحنا قلنا إن إحنا بنستعين بمثلث قائم الزاوية، والظا هي مقابل على مجاور يعني 5 على 12، وبرضه هربع المقابل 25 زائد 144 هيساوي جذر 169، يعني هيساوي 13، وكده جبت الوتر. طب انا كده اقدر اجيب الجا والجتا اللي هو عايزهم، يعني جا بيتا احنا قلنا مقابل على وتر يعني 5 على 13، وجتا بيتا احنا قلنا اللي هي مجاورة على وتر يعني 12 على 13. بس لو جينا رجعنا للمسألة من فوق بيقول لي ان بيتا اكبر زاوية موجبة. طب ما انا عندي الظا موجبة في ربعين، الربع الاول والربع التالت، بس هو عاوز اكبر زاوية موجبة يعني الربع التالت، والربع التالت يعني الظا موجبة يبقى الجا والجتا سوالب، يبقى جا بيتا بسالب 5 على 13 وجتا بيتا بسالب 12 على 13. وبكده خلصنا درس النهاردة وحساب ومنهج حساب المثلثات الترم الاول. ان شاء الله نلتقي على خير في المراجعة بتاعة حساب المثلثات.